ونبقى في سياق أعمال الورشة، حيث أكد قائم مقام قضاء الشرقاط علي دودح أن تأثيرات السيول التي ضربت مناطق عدة من القضاء ما زالت شاخصة، مبينا أن الإعانات التي وصلت إلى القضاء لا تتناسب وحجم الكارثة التي أصابت أهلها. الحقيقة كما تعلمون الشرقاط يعني بعد تعرضه للفيضان الكبير لقرية الحورية وأطراف الخضرانية، يعني الوضع ما زال يعني كئيب، يعني كل البنى التحتية من مجاري من صحيات، الصحيات كلها طبعا يعني انهدمت وانترست أطيان ومغلقة جميعا، كل البيوت حاليا آيلة للسقوط، كلها تعاني من الرطوبة، يعني يحتاج لنا جهد كبير، يعني بالإضافة إلى الجهد اللي قدمناه أثناء السيول الآن بقت الأطيان الأوساخ في كل بيت، يعني موجود هنالك مشكلة من فقدوا الأثاث فقدوا، يعني أي دعم ما جانا لحد الآن من الحكومة المركزية كدعم للعوائل، أموال يعني أثاث، ما جتنا مواد غذائية ودواشق وبطانيات، كل المنظمات كل الحكومة كلها يعني قدمت خدمات لا تنكر، ولكن هسا بدأ الوضع يعني يصير كئيب، البيوت كلها طين آيلة للسقوط، الأمراض بدأت بالأطفال والشي اسمه كل الأوساخ اللي جلبها الفيضان الآن في البيوت، وإحنا في أزمة ماكو أي فزع، يعني نريد آليات من كل دوائر صلاح الدين، كل الحكومة بغداد يعني تستنفر، يعني 1100 دار كلها آيلة للسقوط، ماكو أي تعويض لا أثاث ولا يعني بنى تحتية، الماء مقطوع لحد الآن، الكهرباء مقطوعة، يعني ما زلنا نجيب مي بالتناكر، فإلى متى؟ نسأل الله أن تتعاون معنا الحكومة ويعتبرون الأزمة ما زالت موجودة.